بدا بالتونسيين حل الصيت نتاعو، يحكي اسم التونسي كهو، ما ثماش لا زهير ولا شيء، التونسي يحكي ديما وهم الناس كل تبع فيه. الى حد وصل حتى لل معناها وصل باش يوصل يفد، ما عادش عين، ما عادش يحب في الخفاء، قال ما عادش نحب نخدم في الخفاء. عاد زهير تكلم قال لي امي راني انا سيء فديت، واللي بيعملوه عمره ما يتصور باش زهير باش يحبسوه قد هكا، ما يتصورش اللي هما باش يشدوه، خاطر زهير ما قال كان الحق، يقول لهم في الحق ويوقف في الحق يقبرك. شدوه جو في المبنيات تاع بن عروس، جو دخلوا عليه طول، اول ما دخلوا هو عرفه، جو قالوا لا خلاص ما كلموهش، يلوجوا دور ودور، قال لهم خرج، قال لك عندي الصحاب الكل بالانواع الكل يحكي لي عليهم كل شيء موجود غادي. قال خفتهم يشدوهم الكل يعذبوهم، قال لهم راه وين انا هو اللي تلوجوا علي، هذا هو التونسي، جابوه لي طلعوه لي للدار، جابوه للدار قال لي يا امي هو سيء شدوني وسكت، ما تعيطوا لا تقولوا حتى شيء، الله غالب كهو. جو هزوا اللي عندنا الكل الكمبيوتر ومتابعة وفوق الخزانة كل شيء، لموه في فكرات وهزوه الكل، معناها اللي يخص زهير واللي مخص زهير الكل هزوه.